السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أعلنت شركة فيفو على الواي 30 5G جهاز من الفئة الاقتصادية يأتينا بسعر ممتاز جدا مقارنة بالمواصفات التي يقدمها الجهاز. سنتعرف على كل ما يقدمه على السعر الرسمي الذي ينزل به، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجيا أولا بأول. بداية مع الشاشة، يأتينا الفيفو واي 30 5G مع شاشة ممتازة من نوع IPS LCD بحجم 6.51 إنش مع نسبة استحواذ 82.2%. ظهر الجهاز مصنوع من البلاستيك والفريم أيضا مصنوع من البلاستيك، كما نجد في الظهر مستطيل يحتوي على كاميرتين خلفية وفلاش LED. الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 50 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f1.8، والكاميرا الثانية هي كاميرا عمق تأتينا بدقة 2 ميجا بيكسل. بالنسبة للكاميرا الأمامية، كاميرا السيلفي هنا تأتينا بدقة 8 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f2. بالنسبة أصدقائي إلى أداء الجهاز، هنا يأتينا مع معالج من شركة ميديا تيك الدايمنسيتي 700 بمعمارية 7 نانومتر، تجربة أداء مستقرة جدا وتعد أفضل تجربة أداء في هذه الفئة السعرية التي ينزل فيها الجهاز. كما قلت منذ البداية، الجهاز داعم لخدمات 5G. يأتينا مع أحدث نسخة لأندرويد، الأندرويد 12. وبالنسبة للبطارية، هنا نجد بطارية عملاقة بحجم 5000 ملي أمبير، نعم ستعطيك أكثر من 16 ساعة استخدام إذا كان استخدامك عادي. بدون شك الجهاز يأتينا مع USB Type-C، يأتينا مع بصمة على الجنب سايد ماونتد، يأتينا مع سماعات خارجية عادية ويدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك، كما يتوفر بنسخة فقط 128 جيجا مساحة داخلية مع 6 رام ويدعم مدخل SD كارد، يعني بإمكاننا إضافة مساحة داخلية. بالنسبة للألوان، يتوفر بلونين، اللون الأسود واللون الأزرق، ويبدأ سعر فيفو واي 30 5G من 230 يورو، ما يعادل 235 دولار. سعر ممتاز جدا مقارنة بالمنافسين في هذه الفئة السعرية، يقدم قيمة كبيرة مقابل السعر هذا الجهاز. فقط كنت أود أن أرى شاشة من نوع OLED عوضا على IPS LCD، لكن في هذه الفئة السعرية يصعب أن تجد شاشة مميزة. إلى هنا أصدقائي، وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.